اليوم الحادي والعشرون من شهر توت المبارك. ينبغي أن أكون في بيتك. تعال الآن يا رب أمكث معي، فإني أعترف لك من كل قلبي وأحدث بجميع عجائبك وأفرح وأتهلل بك. مبارك أنت يا ربي يسوع المسيح. تعال يا رب واشفني من حمى الجسد وشهواته واهتماماته ونياحاته التي تلقيني على فراشي، واقمني من نوم الغفلة كي أسهر في انتظار مجيئك. تعال اليوم يا ربي، اشفي ضعف إرادتي واغصب مشيئتي لتكون بحسب مشيئتك، لأن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. قل كلمة يا رب فأبرأ وتستقيم إرادتي. تعال يا رب اليوم وأرني ذاتك وحل في واجعلني هيكلا طاهرا مقدسا لك، يقدم لك كل يوم ذبائح روحانية. لا أعود أرى سواك أنت وحدك يا محب البشر، وعند حلولك في مسكني تملأني بأسرارك وببرهان الروح والقوة، وتعلن لي ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر. ربي يسوع، غريب أنا في الأرض، فتعال يا رب منطق أحقائي وأنر مصباحي، وألبسني ثياب العرس ووحدني بك وأرني طريقك، وأهلني لأستقبلك بدون خوف يا محب البشر. ولك كل المجد إلى الأبد. آمين.